الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. عملت قبل ما يكون فيزا قريب دروا بون حكم شوية ظروف قصيت مشيت عملت اورينتاسيون أخرى عملت جيتوريستيك سبيسياليتي إسبانيول كولوني وخدمت بالشهادة نتاعي سبيسياليتي نتاعي بون صارت الثورة صارت الشيت كبيرة برشا بالنسبة للتوريزم رجعت للقروان بحكم أنا مامو ولغالب ثم طالة وثم مشكلة كبيرة في الاقتصاد التونسي ما بقيتنا نعمل تنشأت مش نعمل بروجيه كما هكا اللي هو توك توك على أساس كان كافي موبيل بون هي الفضل لله وزاد ثم تعاون مع لجيف اللي هي منظمة من الخارج وكان زاد مع سي فيصل الزيري اللي يتابع فضاء المبادرة هو اللي يرشدني وهو اللي دلني وشجعني باش نعمل بروجي كيف ما هذا. انا عشت البطاله وعشت البطاله وزدت حسيت على خطر انا مسؤوله انا ام ونعرفوا اللي راجل توا وحده ما عادش ينجم يقوم وكري ومصاريف تعرف هذا الكل وانا مستانسه نخدم مانيش انسانه اكلي قاعده انسانه نشيطه مانيش عايشه بارازيت في المجتمع نحب نخدم نحب نصور فلوس نحب نعاون نحب نبني مستقبل صغاري نعاون ندز في الحياه كيما الناس الكل. عملت برشا حاجات عملت مثلا جراس لليوتيوب احفظت كيفاش نصنع الشمع في قدور جسمع وعملت فيها شهاده عملت صناعه تقليديه كيما صناعه القفاف هذاك توسكي ارتيزانا مالغري كو انا كنت بعيده عليه الجو هذا الدروا للتوريزم بعد بطاله تخلي الانسان يبدا يستنبط في برشا حاجات اللي جات الفكره هذه انا بحكم بين توريزم وكنت تخدم مع اسبانيول خاصه للاتا عندهم الجو هذايا وعندهم الافكار هذه وعندهم لي كافي موبيل موجوده الافكار هذه في بلدانهم متطوره بيان سور خير من هكا لكن هذا هو معنا توك توك شويه تي نبيع هكا تي باش على خاطر انت هنا توا القروان بلاصه تسمى تراديسيونيل شويه وكافي موبيل مثلا مش تعمل لي ليفريزون مع الادارات مش تعمل هكا حاجات اللي ما تمشيش في القروان هكا هو تولي بشويه بشويه تجيك هكا الفكره تجيب فكره فكره تجيب فكره للي بدلتها شويه ساندويتشات شويه هكا تي حاجات هذيا اللي تمشي مع العباد الباساجي فما نحاول نقرب السيرفيس وغرو ماكسيموم بيان سور مع اني نحافظ على لي نورم الغرو ماكسيموم بالنسبه للنظافه وكل شيء نحاول هكا نحافظ كيما ترى حاجات بسيطه مثلا الجلاسيير ديما نحاول نظافه شويه جافيل ما نكنس بلاستي ما نخليش وسخ بحكم الواحد في الطريق العام وباش يشلب كليون حبيت انا على مشروع مخير لكن الله غالب انا مثلا حتى هما مش يعطيوك ديميل مش يعاونوك بها الباقي نتاع الفلوس انا مني مش نجيب انا بنت توريزم وعندي الكفاءه وباش نعمل حاجه مزيانه برشا اما يلزمني الفلوس انا الفلوس ما عنديش كان توا ديجا قاعده هذايا توا قاعده نصلح فيه نخدم باش نزيد للمشروع شنو نزيد مثلا عندي تصليح عندي اسيرونس عندي خلاص بلديه عندي برشا شارج عندي مصاريف وهو رسمات مثلا انت تحشيشة وتي وسكر مش بلاش تعرف توا انا توا قاعده ناخذ في السكر مارشينوا نشري من لي سوبر مثلا شويه بسكويت شويه حاجات هكاك باش نعاون بها لا اكثر لا اقل انا كنت كي نقول لك جيتوريستيك معناها كنت ندور في الجمهوريه كامله كنت نخدم بالكيران في السيركويات فما معناها كان طموح اخر كانت دنيا اخرى لكن كهو الظروف تصنع المعجزات وهي تصنع الانسان ما يقفش الانسان عندي هدف عندي طموح نكمل معاه جيسكو بو انا الحاجه اللي ماذا بيا المشروع نتاعي يتطور شويه مثلا طرق مثلا انا توا توك توك تعبني في التصليح ماذا بيا يكون حاجه اخرى ما خير ما نعرفش تنجم تجي هي الافكار موجوده مثلا انا عندي رخصه نتاع تاجر متجول ماذا بيا ما تكونش تاجر متجول خاطر انا مش كيما الناس اللي نحب كل مره تجري في جرتي بلديه ولا نقلقهم ولا يقلقوني نحب اموري قانونيه واضحه ماذا بيا انا تو محافظه على النظافه تبارك الله ما شاء الله تو قرب 3 سنين في البلازا هذيا يعرفوني ونعرفهم ومحافظه على النظافه محافظه على الطريق العام محافظه على التشويش ما عنديش مشاكل ما عنديش انواع الكليونات الكل بلاصه هذيا حساس تجي الانواع الكل اسمع انا بنت توريزم قبل عندنا شيف داجونس يرحمه يقول لنا راهو الكليون سي لو روا انا نتعامل مع الكليون كوما روا
هو بالنسبة لي صحيح مش باش يتعدى حدوده، مش باش يمثلي من كرامتي، لكن سبحان الله مش يجيك الإنسان المريض، يجيك النرفز، يجيك اللي متيق من البلاد، يجيك الفرحان. أنت تحاول ديما تاخذ كل إنسان تاخذه بالبساطة من غير ما تعقد الأمور، باش تنجم تعدي أمورك وتكون هكا بسياسة، خاصة أنا امرأة مش مثلا راجل واقف في الكياس. شو الحياة هي رسالة، الرسالة اللي فيها عرق، مجهود، هدف توصل له، تتعب واصبر. إن شاء الله ربي ما يخيبناش. أما باش تقعد تبكي على شهادتك، صحيح الدولة ظلمتنا في جوانب كثيرة، فما شوية ظلم، فما شوية محسوبية، فما برشا تعطيلات، فما العراقيل هذا الكل موجود، وراه حتى مع أنا خدمت 15 سنة مع اسبانيول ومع البولون، راهي المشاكل اللي هنا غادي. شنو هي الديفيرنسيا اللي بينا وبينهم؟ شوية الدولة هازة معاهم، حتى باش ينتصب بالبريفي حسابه الخاص، الدولة تدز معاه تشجعه، ما تخليش هكاك بارازيت يمشي في الطبيعة وحده. هذه صحيحة، ما ننكروهاش وما نغطيوش عين الشمس بالغربان، لكن انا بالنسبه لي شباب تونس يغيظني كي يمشي يحر يخلي بلاده. يا شباب راي هذه بلادنا، راو احنا ماناش كاري، رانا ملاكه، راي هذه ارض جدودنا، راك تمشي للخارج وتعيش وتجيب الفلوس، وقت الرسمي تحك راسك تقول انا في العيد ماذا بيا، راني بحضر ميمتي وراني في ترابي، راني نموت في ترابي. امشي كون، ارجع لبلادك، كون في بلادك، اصبر، راو اللي يصبر راو بحول الله ينال. انا صارت لي برشا خلق، انا ولدي وصل مش يعدي الكونكور ومشي مشي نموذج معناها، وجرحوه اصحابه قالوا له ابوك تبيع فتي بطل ما عدش الكونكور بتاع سنة سادسة، ونجح الحمد لله، وسنة نجح زادة متميز في الليسي، لكن تحرجهم خاطر احنا في خاصة في ولاية القيروان فما ناس حقارة، فما ناس ما تحسبهاش الانسان خدام على روحه ويخدم بشرف، يحبوا السارق ويحبوا اللي ينزل، والبساطه ما يحبوهاش. انا متعذبه في الشمس، متعذبه في المطر، في الريح، انا من الاربع متاع الصباح لهنا نقلص في الكياس، وكل ان شاء الله هما صلات الاشراف معناها تنظر لي يا خويا بعين الرحمه. ايش بيه نجم يكون كشك، وانا هكا تراك جيتوا على غفله وشفته، معناها ايش بيه باش يعطيني كشك، تكون اموري القانونيه منظمه وحاميني انا وحامي سلعتي ونخدم بنظام وبنظافه اكثر، معناها بوركوا با. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.